مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم. لقاء متجدد على شاشه الاسكندريه وقضايا ساخنه، قضايا كثيره عديده نناقشها مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره. خلينا نقول لحضراتكم بعض الاخبار يعني الكويسه. طبعا انتوا عارفين ان كان في ركود شديد جدا في سوق السيارات بشكل كبير جدا، يعني بعد القرار الاخير لوزير الماليه بانه من حق اي حد من المغتربين او العاملين بالخارج انهم يحطوا مبلغ بقيمه السياره وهيرجع له، وهيرجع له هو هيحطه بالدولار وبعد 5 سنين هيرجع له بقيمه الجنيه المصري في ذلك التوقيت، يعني الدولار بكذا هو هياخده لكن هياخده جنيه مصري بعد 5 سنوات ومعفى تماما من الضرائب. وده كان فيه اقبال كبير جدا من قبل المغتربين او العاملين بالخارج، وابتدت يعني يجي طلبات كثيره جدا انهم ينزلوا عربيات لهم. في شقين في هذا الموضوع، ناس كتير جدا بتقول انها حاجه رائعه لان احنا من اساسيات الدخل القومي او الفلوس او الدولار لما بيدخل مصر بيدخل عن طريق المغتربين او العاملين بالخارج، هو ده الباب الاساسي لوجود العمله العملات الاجنبيه في مصر. ناس ثانيه بتقول الناس مش هتفضى وهيبتدوا يشتغلوا كتجار في السيارات، وانا بقول انه ما بقاش في وقت لذلك ومش ممكن ابدا المساله تتحول كده. لكن من حقك انت لو عندك اسره مكونه من 4 افراد ال4 افراد ينزلوا 4 سيارات. طيب ما هو حتى لو هم كسبوا بعض الشيء، الناس دي متغربة والغربة كربة، الغربة صعبة لا يقوى عليها إلا يعني اللي عنده جلد شديد جدا. مهما كان احنا عندنا بعض الاغتراب داخل الوطن، لكن الغربة أصعب بكثير جدا. اغتراب ان احنا بنعاني مثلا من الحياة الاقتصادية، بنعاني من بعض الأشياء، لكن في الأول وفي الآخر انها مصر. مصر يعني والحياة الاجتماعية عندنا في مصر بتغنيك عن اشياء كثيره جدا، حتى ان يعني ان حد يسمعك ده السوشيال لايف مش موجوده ابدا خارج مصر. ده جزء من الاجزاء اللي احنا بنقول فيها حاجه حلوه، فيها بارقه امل ان شاء الله تتحقق بشكل كبير جدا. شيء تاني حابه ان انا اقول لكم عليه، كتير مننا كان بيقول ان احنا عندنا مشكله في الرز، الرز عايزين ينزلوه بسعر كما يتراءى لهم. يعني الحقيقه الدوله النهارده اخذت قرارات قاطعه في هذه المساله. المكرونات ابتدوا برضو يقول لك اصلها هتغلى، فنزلوا دكتور علي المصلحي قال ان هو النهارده هيبتدي ضخ كميات من الدقيق للكثير من الاماكن واولها المخابز الخاصه للفينو. ليه؟ عشان ولادنا ياخدوا الساندويتش اللي بيودوه المدرسه الصبح. هذا يعني طلب شرعي لاي حد، انا مش هقدر اودي ابني بساندويتش جبنه وساندويتش الجبنه يتفرفت منه ويبقى قدام صحابه ما بياكلوش وبيرميه. طيب ما انا بضطر ان انا اشتري العيش الفينو عشان المدرسه، مش رفاهيه يعني، مش مساله رفاهيه. فالدوله اخذت بالها من هذه المساله وابتدوا النهارده في تصريحات قويه جدا للدكتور علي مصلحي وزير التموين بيقول فيها انه هيبتدوا ينزلوا دقيق ودقيق يعني للمخابز الخاصه اللي بتخبز العيش الفينو. فيها حاجه حلوه. حلقتنا النهارده بقى مقسمه لجزئين، الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون عن كوب ومؤتمر المناخ اللي مصر بتستقبله بعد ايام قليله ان شاء الله. في نوفمبر هتحتفل وهيشهد العالم وكل انظار العالم هتبتدي تنظر وبشكل كبير جدا لمصر. المؤتمر هيقام في نوفمبر في شرم الشيخ، وشرم الشيخ اللي تحولت انها تبقى مدينه ذكيه في كل شيء، ذكيه في كل شيء حتى في المستشفيات، مستشفى رائعه فيها استقبال اكثر من 62 دوله على ما اعتقد 162 دوله. هعرف العدد واقول لكم العدد بالتحديد. شيء اكثر من رائع، نتمنى النجاح لهذا المؤتمر. مصر ايضا بتستقبل المؤتمر الاقتصادي، كلها اشياء مرتبطه ببعضها هنعرفها مع ضيفنا
في الفقرة الثانية. أما الفقرة الأولى ضيفتي جميلة جدا، بعتبرها من أبنائي في العمل العام، والحقيقة من السيدات المعافرة. أنا دايما بقول لها إنها معافرة، ومعافرة مع قطاع. الحقيقة هذا القطاع مهم جدا، إن يعني سيت رايس بيقولي اهتمام كبير جدا بيه، لكن لما يجوا يطلعوا حبايبي ورق، الأم بقى بتعافر. أنا بقول دايما اللي عندها ولاد عاديين يعني بتتعب، ما بالك اللي عندها ولد من ذوي الهمم، بنت من ذوي الهمم. طيب الدولة أعطته بعض الامتيازات الكثيرة، لكن عشان يستخرج هذا الكارنيه عنده معاناة أكثر. تفاصيل أكثر مع سميرة أبو اليزيد، وهي المسؤولة عن استخراج الكارنيهات داخل مؤسسة الدفاع المدني، التأهيل المهني بالسيوف بالإسكندرية. نورتيني وشرفتيني سميرة أبو اليزيد. ربنا يخليكي يا أستاذة أميمة، أستاذة أمل، وأنا مبسوطة جدا جدا إن أنا معاكي النهاردة. أنا عارفة أنت قلتي أميمة ليه. سميرة أبو اليزيد في يوم من الأيام كتبت ان في ثلاث ستات اثروا في حياتي. ايوه وتاثرت بيهم، لكن انا بعيده عنهم في الوقت الحاضر. هي حد بعتها لي في ذلك التوقيت. أيوة. فقلت لهم يعني ان شاء الله الايام بترجع الناس كلها لبعضها، ومهما الناس بعدت الا اللي قلوبهم حلوه، قلوبهم حابين انهم يعملوا الخير. اصل لم نجتمع الا في التجاره مع الله، فاللي بيجتمعوا في التجارة مع الله مهما الحياة بعدتهم إلا إنهم سيظلوا أوفياء العهد مع الله. سميرة أبو اليزيد يعني نورتيني. هو أنا النهاردة بجد مشاعري ملخبطة، لأن حضرتك قدرك كبير جدا عندي، لو في يوم من الأيام وصلت لدرجة من النجاح فحضرتك ليكي سبب في ده، وأنا بعترف بده وده بالنسبة لها. مفيش حد بينجح أبدا إلا إذا كان عنده هو ربنا، لولا دفع الناس بعضها لبعض لفسدت الارض. انا بزقك عشان في حد زقني، وحد تاني وتالت ورابع بنزق بعض علشان نوصل لحاجه كويسه. ويقيننا في الله الثابت هو من يصل بينا الى درجات كثيره جدا، حتى انك انت تنسي ان انت زعلانه. يعني والله اما توصلي على هذه المرحله تاكدي انك انت يقينك في الله ثابت. قولي لي بقى، انا دلوقتي عندي الاف من السيدات والرجال، في رجل يعني يعتمد عليه بشكل كبير جدا في انه يشيل مع الست، وفي راجل والعكس، في ست برضه كانها مش موجوده. ربنا اعطاه منحه بانه هيدخل الجنه ان شاء الله طفل من ذوي الهمم، والدوله اعطته حاجه كويسه جدا، الكارنيه. احكي لي بقى انتوا بتعملوا ايه، والكارنيه ده بيعمل ايه؟ الكارنيه دوت قانون اللي اتجدد لذوي الاعاقه كان 2018، زودوا فيه الخدمات اللي بتتقدم من الدوله، بس اتعمل طبعا عشان التحول الرقمي في خطه مصر 2030، فبدا الدنيا الموضوع كله يمشي بسيستم تكنولوجي اكتر. المشكله ان مش كل الفئات قادره تستوعب السيستم الجديد ده، فهي هنا اللي عامل بعض المشاكل. ما هو طيب، ما احنا عندنا نسبه اميه كبيره. ما هو نسبه السيستم التكنولوجي ده لازم يكون فيه مساعده بشريه. بنشرح والله للناس هو الموضوع، والدوله فعلا ووزاره التضامن عامله شغل حلو جدا للفئات دي. الموضوع منشق لطريقين، اول طريق الحالات شديده الاعاقه، شديده الاعاقه بتيجي تقدم على طول عندنا في المكتب. الاقل شده بتقدم من خلال المجالس الطبيه. طيب الاقل شده دي اللي هم مثلا الاوتيزم؟ لا، الاوتيزم دوت من الشديد. انا ممكن اقول لحضرتك الشديد. ايوه، فاقدي البصر. الشديد فاقدي البصر لحد نظر واحد او اثنين على 60. ثم البؤ، الاوتيزم، الاعاقه الذهنيه لحد 35 اي كيو، القذاره، شلل الرباعي، شلل الاطفال، الشلل النصفي، ضمور العضلات، امراض الدم. دول الحالات اللي موجوده متلازمه دول. طيب الحاجات اللي هي بقى نقدر نقول انها ما هياش شديده الاعاقه، اقل شده، بيبقى الشلل الارادي اللي هو بيبقى الطفل اللي اتولد عنده ملخ ولاده، حالات اللي بتبقى موجوده في العمود الفقري فتاثر على الحركه بعض ما او شيء ما، حالات تيبس العضلات، بعض الاعاقات اللي بتبقى بسيطه شويه وزي السمعيه، يعني بيسمع من غير السماعه.
نظر ضعيف لحد 6/24، كل ده موجود مرحلة تانية بيدخل من خلال المجالس الطبية، بيحجز على الموقع بتاع المجالس الطبية، بتجيله رسالة بيقول له روح مستشفى الفلانية يوم كذا، بيسلم الورق، بعد كده الورق بيجيلي على السيستم، يعمل عندي استعلام، الاقي الورق موجود بكمل مع الاجراء. طيب استاذه سميره، مفيش كشف طبي، مفيش، هم يعني من الحاجات اللي بتتبعت لي بيقولوا ان هم بيتعذبوا قوي في مساله الكشف الطبي، وخصوصا انهم بيكونوا عندهم اوريدي يعني مشاكل في الحركه، والاب بيشيل والام بتشيل والكلام من ده، فعشان يطلع بيه وينزل بيه في الوزاره عملت قرار حلو جدا في الحالات شديده الاعاقه، احنا بناخد لحد 2019 تقرير طبي واشاعات يعني وتحاليل، كل حاجه بناخدها من 2019. المفروض الطبيعي 6 شهور، ما يكونش عدى على التقرير 6 شهور، انما عملت الوزاره عشان كده نزلت التقارير ل 2019 ممكن نستلمها. انما غير كده المجالس الطبيه طبعا مش بترفض، لان ده بقت تبع وزاره الصحه ملوش علاقه بوزاره التضامن الاجتماعي. أيوة. فبقت هي اللي تتحكم ان الورق يكون من مستشفيات حكومه عليها ختم النسر. طب انا موافقه على ده، بس يسهلوا لهم او ييسروا لهم عشان الحركه، لان انت عارفه ان الكوميسيون عالي وهم هيطلعوا وينزلوا، ده شيء صعب جدا. الحلو اللي عملوه بقى ان هم قسموا الكوميسيون الطبي، يعني مثلا في بعض الاعاقات قوات مسلحه سيدي جابر، اعاقات تانية الاعاقات الذهنيه بتبقى في المعموره نفسيه وعصبيه، جزء في الطلبه، جزء في الميري، مش كله في حته واحده، فده بيبقى كويس للناس، يعني مش متقيدين بمستشفى واحد. طيب الاوراق المطلوبه بعد ما يعملوا الكوميسيون الطبي ولا قبل الكوميسيون الطبي؟ كل اعاقه ليها ورقه، يعني طيب لو شديد الاعاقه عشان نبقى شديد الاعاقه لو شلل رباعي هيبقى تقرير بختم النسر ان عند الحاله شلل رباعي، وتقرير طبي او تقرير بالاشاعه على العمود الفقري مثلا، لو شلل دماغي او شلل نصفي تبقى الاشاعه على المخ، لو قزامه بيجيب لي اشاعه على الجمجمه وعلى الساق عشان اثبت ان في خلل في العظام بتاعته. امراض الدم بيجيب لي تحاليل الدم الخاصه بيه. الاوتيزم بيجيب لي اختبار كارز. الاعاقات الذهنيه بيجيب لي اختبار ذكاء. طيب السم والبقمه بيجيب لي رسم سم. كل الحاجات دي حاجات يعني عشان يستخرجوها، هل الكارنيه يستحمل او يستحق ان انا اعمل كل ده؟ طبعا استحق جدا. دليل ان انا بعمل كرنات اعاقه لناس في وضع مادي واجتماعي عالي جدا، وناس اكيد طبعا لا، هي ملهاش علاقه بالوضع، معنى ان خرجنا بره اطار كان كل الناس يا فندم بتعمل الكرنيه ده لمجرد تاخد بيه تكافل وكرامه معاش شهري للمعاق، بس كان ده اقصى طموحهم. انما الدوله نزلت خدمات كتيره جدا جدا جدا، حاجه منها المعاش، لو هو فعلا ملوش اي دخل ثابت من اي مكان بيبقى ليه حق انه ياخد المعاش من التضامن الاجتماعي تكافل وكرامه. 1-2 لو ملوش تامين صحي بيكون ليه تامين صحي. 3 بيتعمل له خصم 50% في النقل العام والطيران 25%. 5 بيكون ليه نسبه ال 5% يشتغل في اي مؤسسه حكوميه او غير حكوميه، بيبقى ليه الاولويه في التعيين. ودلوقتي القوى العامله عامله كل مكتب قوى عامله في موظف مختص بنسبه ال 5%، بياخد الكارنيه ويطلع له الورقه اللي ممكن يتعين بيها. تاني ايه، بياخد طبعا بيجمع بين معاشين، يعني لو انا ست معاقه وبشتغل اخد معاش ابويا مع مرتبي، ايا كان معاش ابويا وايا كان مرتبي، دي كانت جديده. بقى هو ده في العادي ما بيحصلش، عليكي انك انت تختاري. دلوقتي لا، الحق المعاق يتجمع بين معاشين، بياكل لو حد موظف ابنه معاق او هو معاق بياخد بيتشال 50% من ضرايبه. من الضرايب اللي هي على بتاعت المرتب، وبياخد ساعه بدري، ولو عايز يتنقل لاي مكان مثلا شغال في حته بعيده يتنقل بيتنقل. طب الكارنيه ده انت عارفه في نسبه 5% يسهل العمل ولا لا؟ يسهل العمل، لان برضو الرئيس ذكي. لان هو مشدد على القوى العامله ان ما يكونش في مؤسسه في مصر خاصه او غير حكوميه او غير حكوميه ما يكونش فيها عدد نسبه 5% شغالين. يعني الكارنيه ده من الممكن جدا ان هو بشكل او باخر، هو خلاص هو بيقول لهم بقى ان انا من ال 5% بالظبط، مش محتاج لا يعمل كشف طبي تاني ولا تالت. لا لا لا، بيروح يقدم في القوى العامله وبيتعين، بياخد ورق من القوى العامله وبيقدم في جهه العمل وبيشتغل. طيب خليني اسالك كمان عن انتوا بتعملوا ايه بقى في المكتب؟
في المكتب طبعا بنرد على الناس. ايه الامتيازات اللي انتوا لو جبت ابني عندكم من الممكن ان هو ياخدها؟ وانت عارفه التعامل مع ذوي الهمم وتحديدا الاوتيزم يعني مساله صعبه مش سهله جدا. انا الماجستير بتاعي في الاوتيزم. اه فموضوع صعب طبعا. لا والله يمكن احنا خارجين عن اطار الموظف الحكومي العادي. آه. احنا مدركين رغم المشاكل. احنا مدركين لا احنا مدركين ان في النهايه ده عمل لله. انا واحده من الناس لو نازله يائسه عندي مشاكل خاصه انا فعلا بدخل المكتب مع الناس لاني بقول ابني شقي الحمد لله، ابني بيمشي على رجله الحمد لله. فلا في ازمات كبيره جدا الواحد بيشوفها يعني بيتعاطف مع الناس. بقى الام اللي سابت ابنها والاب اللي ساب ولاده. انا بشوف ان الراجل يعني الزوج اللي مراته بتطلع من اوضه العمليات مطلقها عشان بس ابنها عنده متلازمه دواء وحب 10 سنين لمجرد ان ابنه معاق. طب هو يا ذنبها ايه؟ وهو يعني مثلا حضرتك ما انا ما شفتش ناس كانت كويسه. انا جالي طالب في الجامعه كان من الجامعه الامريكيه عمل حادثه بقى عنده اعاقه ذهنيه. كان شاب في الجامعه الامريكيه وعربيه سهران اتقلبت بيه عمل له شلل نصفي مع الوقت اثر على الاي كيو بتاعه. طب ما فيش حاجة مضمونة لا 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 انك تكوني عندك يقين في ربنا بس بعد كده اي حاجة بس كل اللي اقدر اقوله ان الدولة والله ادت امتيازات كتيرة واحنا مضيين كده على قرارات ما نزعلش العميل نطول بالنا ونشرح لهم بالراحة وبنتعامل معهم بطريقة يعني احنا كموظفين ممكن نتعاقب من الوزارة لو حد فينا زعل بتعامل فيهم فعلا بكل انسانيه والله العظيم. هو بعيدا عن كده انت بتعمى عن ان الوزاره او غير الوزاره احنا مدركين ان احنا بنشتغل في جمعيه يعني انت بتعاملي انا واحده من الناس بجد انا التاهيل ده بقى بالنسبه لي علاقتي بربنا. يعني هتاخدي الثواب العظيم في هذه المساله. قولي لي تاني وقبل ما اختم سميره ابو يزيد الدكتوراه الماجستير بتاعك في الدراسات العليا من المشاكل الاساسيه في اي دراسات عليا هو ان ما يبقاش مطبق. انت طبقتي وبعدين بتدرسي ودي حاجه يعني حاجه هتسهل عليكي الماده العلميه جدا هتديكي براح في انك تقولي بعض التوصيات في الرسائل وتحديدا المشرف بتاعك استاذه رائعه رائعه لها منا كل الحب والتقدير. قولي لي بقى ناويه انك انت بالرساله دي هتقفي عند رساله ان انت عملتي رساله وحصلتي على درجه علميه ولا تفيدي هؤلاء من الدراسه؟ انا امنيه حياتي ان دراستي دي تبقى عمل يعلي من درجاتي في الجنه صدقه جاريه يا رب في كل حاجه بخطوه بخطيها فيها. ولو انا اخترت التشتت الحركه لان والعنف الزايد والشقاوه الزايده والنشاط الزايد للولاد لانه منتشر جدا نسبه دي 15% على مستوى العالم من عدد سكان العالم وللاسف السوشيال ميديا السبب في ان الولد ينزل عنده خلل فبسبب تاثير الموبايل على الام الحامل تاثير الموبايل على الطفل لما بيلعب بيه. فاتمنى انا كل همي ان اوصل لنتيجه ان الولاد دول ممكن ببرامج معينه نقدر نحسنهم وفي نفس الوقت الاقوى من ده ان اقول للامهات المقبلين خلي بالكم خلي بالك من تصرفاتك من اكلك من شربك من قعدتك على الانترنت لان ده ممكن ياذي مش جوزك ولا بيتك ولا وقتك ده هيأذي طفل جاي الدنيا هيبقى عنده قصور في التعامل مع الناس فحرام يعني نظلمه. اكيد وكان برضو من الحاجات اللي النهارده كان فيها توصيات كتيره جدا وبتمنى ان الناس تهتم بيها زواج الاقارب يعني احنا عندنا اسباب بيبقى سبب رئيسي طبعا. سبب رئيسي في الاعاقه زواج الاقارب والامراض الوراثيه والناس مش واخده بالها من الحاجات يعني لا ما بيعملوش كشف مبكر قبل الزواج ولا اي حاجه بيعملوه كده ورقي وخلاص مش مدركين. طب عارفه عليك المشكله كمان في ايه؟ ان تلاقي عندها ثلاثه واربعه معاقين ما انا كان عندي امل يا استاذه اجيب اللي جاي سليم. دي الازمه يعني تجي لي امهات عندها بدل الطفل اثنين وثلاثه معاقين. طب انت ليه؟ ما انا كان عندي امل يجي سليم. فيعني عندنا محتاجين عندنا قله وعي بطريقه فظيعه وبتمنى يعني بتمنى صوتنا يوصل ان خلي اي حد حتى لو مش قرايب يبقى عنده وعي في ان هو لما يجي يفتح بيت
ويعمل أسرة. يا ريت كل زوج يبقى يتحمل مسؤولية قراره، ويا ريت كل أم لما تقبل إنها تتجوز تبقى عارفة يعني إيه أم، وعارفة يعني إيه في زوج في مسؤوليتها، ويعني إيه طفل تربيه تربية سليمة. أستاذة سميرة أبو اليزيد نورتيني وشرفتيني، جدا ويا رب الخير دايما معاكي، ونستكمل مسيرة العطاء والتجارة مع الله إن شاء الله. يا رب اللهم إن شاء الله. أتمنى. فاصل مشاهدينا، التغيرات المناخية على كل حياتنا، المحاصيل الزراعية وعلى أثر وسمكية وأشياء كثيرة، وإحنا مقبلين، إحنا خلاص اسكندرية تستعد في نص الأسبوع في نوة شديدة جدا.